من الأخبار المهمة برضو اللي معانا النهاردة والمرتبطة بقطاع الصحة ومستشفى أحمد ماهر اللي بتقدم خدمات كتير لأهالي جنوب القاهرة، هو إعلان هيئة المستشفيات التعليمية عن تدشين أحدث وحدة لمناظير الجهاز الهضمي في مستشفى أحمد ماهر التعليمي، واللي هتقدم خدمة طبية غير مسبوقة داخل مستشفيات وزارة الصحة. وزي ما أكد الدكتور محمد فوزي يسود رئيس الهيئة إن تشغيل الوحدة دي بيعتبر هدية للمريض المصري عشان بيحصل على خدمة طبية متميزة ما كانتش موجودة قبل كده في المستشفيات الحكومية. قال كمان إن التكلفة الإجمالية للوحدة وصلت ل 10 ملايين جنيه اللي بدأت العمل في بداية 2021 ووصلت دلوقتي لطاقتها القصوى، وضاعفت أعداد الحالات اللي كانت بتستقبلها قبل التطوير. ومعانا على التليفون الدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات التعليمية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير دكتور. صباح الخير. لو ممكن تكلمنا في الأول عن أهمية الوحدة دي وتفاصيل أكتر عنها واستخداماتها. هو الحقيقه هيئه المستشفيات التعليميه وقسم الجهاز الهضمي الكبد في مستشفى احمد ماهر من الاقسام المتميزه اللي لها تاريخ كبير في خدمه المرضى في امراض الكبد والجهاز الهضمي. واحنا مع التطور اللي حاصل في الخريطه الصحيه بالنسبه لامراض الجهاز الهضمي والكبد وبدايه انتشار امراض الكبد بعد حمله القضاء على فيروس سي، اهتمينا اكثر بامراض الجهاز الهضمي اللي كانت في كتير من الاحوال مهضوم حقها في الرعايه الصحيه. واضطرينا ان احنا نطور هذه الوحده لانه هو احنا بس مش معانا، الدوله الحمد لله تولت الموضوع ووفرت التمويل اللازم، لكن احنا عندنا الخبرات الكبيره اللي تقدر تقوم بالمهمه استخدام الأجهزة الحديثة وتغطية الاستخدامات الجديدة لهذه الأجهزة اللي مش موجودة في أي مكان داخل الجمهورية اللي في بعض الأماكن المعدودة على الصوابع. فكان لزمن علينا أن احنا نحدث الأجهزة وندخل التكنيكس الجديدة اللي مش بتتعمل، زي حضرتك المنظار اللي بالموجات الصوتية اللي بتستخدم في تشخيص وعلاج حالات النزيف في الجهاز الهضمي اللي ما حدش بيقدر يوصل لها بالمناظير العاديه. وحالات كتيره بتدخل تعمل مناظير وما بيعرفوش السبب وبتخرج وبيظل النزيف من داخل الجهاز الهضمي موجود. الاجهزه دي في ايدينا الخبراء اللي عندنا بتقدر تحدد المكان وتعالجه. الجهاز الثاني المميز اللي موجود عندنا اللي هو الدبل بالون انتيروسكوب او منظار الامعاء دقيقة ثنائي البالون. وده الحقيقة بيوفر على المرضى عمليات جراحية كتيرة لأنه بنقدر بيه نوصل للمناطق اللي مش المناظير العادية ما تقدرش توصل ليها، ونقدر ناخد عينات من الأمعاء ونقدر نعالج حالات انسداد الأمعاء بعد انسداد القنوات المريرية بعد إزالة الحصوات. دايما تسمعي حد عمل عملية جراحية أو عمل منظار قنوات مرارية ونشأ عنه انسداد في القنوات المرارية ومحتاج يعمل عملية ثانية. تمام. المنظار الجديد ده حضرتك أصبح من بيمكننا إن احنا نقدر نعالج هذا من غير تعريض العيان لعملية جديدة. كل ده في إطار إن احنا بنوفر للعيان خدمة طبية جيدة على إيدين خبراء. وهو الحقيقة يعني احنا مش بنخدم جنوب القاهرة فقط، احنا بنخدم جمهورية مصر العربية كلها، لان كل عيانينا بيجوا من الصعيد ومن اسكندرية ومن سينا عشان ياخدوا الخدمة المميزة اللي موجودة جوه وحدات الجهاز الهضمي، وده مش من النهاردة، ده من زمان. طب دكتور محمد، ده فيما يخص المرضى، طب والاطباء والدكاتره بيبقى في تدريب بيتعمل ليهم بيقدروا ان هم يجوا ويشوفوا استخدام هذه الوحده مع المواطنين ومع المرضى وبياخدوا تدريبات وبيتعلموا منها عشان ينقلوا خبراتهم لغيرهم من الاطباء؟ هو الحقيقه لو رجعت اسم الهيئه اسمها الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه، هو دورها وقرار انشائها اللي اتعدل بالقرار الجمهوري 460 لسنه 2017 بيقول ان الهيئه دي هي هيئه تعليميه بحثيه بالمقام الاول، بمعنى ان انا المنوط بيا تدريب وتعليم اطباء على احدث طرق العلاج سواء كانوا طلبه في الكليات او سواء كانوا خريجين ومعاهم تراخيص مزاولة المهنة.
تمام. واحنا عندنا الحقيقه مركز تدريب بالنسبه للهيئه في متقدم في الحاجات السيموليتور او المحاكيات، وفيه المناظير اللي على الانيمال لاب، عندنا تعليم عن بعد، عندنا التعليم طبعا الاطباء بتوعنا اللي بيجوا في حركات النيابه، الاطباء المقيمين او الاطباء الاخصائيين اللي بعد ما خلصوا دراساتهم بيجوا عندنا بياخدوا دورات ودبلومات مهنيه في التخصصات دي ودورات تدريبيه. تمام. لانه احنا اكبر مفرغ للخبرات على مستوى الجمهوريه، وبنعتبر يعني ان احنا المصدر الرئيسي للخبرات في الاطباء على مستوى وزارة الصحة، لأنه احنا بناخد عدد كبير من الأطباء في الحركات بتاعتنا بيتدربوا، وبعد كده بيرجعوا جهات عملهم تاني أو بيجونا ياخدوا كورسات عشان ياخدوا بيها ميزة طبية أو ميزة يقدروا يمارسوا بيها حاجة. جميل جدا. عايزة اتفضل دكتور. عايز أضيف حاجة تانية حضرتك، إنه احنا فعلا يعني بدأنا مشروع عندنا في الهيئة إن احنا ما بنديش الميزه الطبيه او الكلينيكيه للطبيب الا ما بيكون اخذ مجموعه دورات معتمده من عندنا، يعني عشان تعمل مناظير جراحيه او يسمح لك بعد كده انك تعمل مناظير جراحيه في الجراحه لازم يكون اخذ دوره عند حضرتك. يكون اخذ عندي دبلومه مهنيه في جراحه المناظير، دبلومه مهنيه في رعايه الاطفال، وبدانا كمان من مجال التدريب ده تغيير كارير الاطباء من التخصصات اللي فيها وفره للتخصصات اللي فيها نادره. ان احنا عاملين دبلومات مهنيه برضو في الرعايه المركزه، في تمكن دكتور الباطنه او دكتور الصدريه او دكتور القلب انه يشتغل رعايه مركزه، وبالتالي انا بفتح له فرصه مجال جديد انه يزود وضعه المادي، وبحل مشكله ندره اطباء الرعايه. مجهود كبير ومجهود محترم جدا منكم في هذه الهيئه. شكرا جزيلا دكتور محمد فوزي لحضرتك على هذه المداخله. دكتور محمد فوزي رئيس هيئه المستشفيات التعليميه، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك جزيلا.